بنرحب بكل اللي بيتابعونا في زيتروس على الهواء مرة تانية، وبنقدم لكم ماركة هولندية قدمت أفضل الساعات المتطورة والجميلة جدا وأحدث الصيحات على الموضة، وهي ماركة كولوري. النهاردة هنقدم ساعات جميلة مصنوعة بجودة عالية وفخمة جدا، بالإضافة إن هي حصرية لزيتروس تي في وكمان معاصرة للموضة، وبنقدمها بسعر مناسب ومنافس. يعني أكيد كل راجل دلوقتي بيهتم بشياكته وأناقته هيحب إن هو يحصل على ساعة كولوري. عن جد، لانه التشكيله اللي مقدمينها اليوم بعد النجاح الكبير للتشكيله الاولى، صار وقت هيك نطرح يعني تشكيله جديده بتصاميم مختلفه. خلينا نتعرف اكثر على هالمنتجات او على الساعات وارقامهم من خلال هيدا الفيديو. تعتبر ساعه اليد قطعه اكسسوار مكمله لاناقه الرجل ومظهره، فنراه يبحث دائما عن افضل التصاميم. ومن المعروف في عالم الرجل أن نوع الساعة وتصميمها يجسدان جزءاً من شخصية صاحبها وذوقه، لذلك اخترنا للرجل العصري والأنيق أفضل ثلاث ساعات من الماركة الهولندية الشهيرة كولوري لترضي ذوق الرجل الشرقي. الساعة الأولى باللون الكحلي والبرتقالي، ورقم الساعة هو 628152. الساعة الثانية الكلاسيكية باللون الأسود والذهب الوردي، ورقمها 628150. الساعة الثالثة الرياضية باللون الكحلي، ورقمها 628154. أضف إلى إطلالتك الأنيقة إحدى هذه الساعات من الماركة الهولندية الشهيرة كولوري. فعلا مجموعة مميزة جدا من الساعات الهولندية من ماركة كولوري. وأول ساعة هنتكلم عنها وهي ساعة اللي فعلا أنا شايفاها كتير عصرية جدا على الموضة وفعلا حديثة قوي بألوانها، هي ساعة باللون الأزرق واللون البرتقالي. قد إيه فعلا هي حلوة جدا، لأنه شايفين الستراب هي مصنوعة من السيليكون، وطبعا الإضافات والتصميم الحلو، المزيج ما بين اللون الأزرق واللون البرتقالي قد إيه حلو قوي، بالإضافة كمان إلى إن هي مصنوعة بجودة عالية جدا، بتعمل بحركة الكوارتز اليابانية، يعني فعلا جودة عالية. وكمان هنا مصنوعة من كريستال، العدسة مصنوعة من كريستال الزفير اللي مهما تعرضت لأي خدوش أو أي صدمات استحالة أن يحصل لها أي حاجة أو حتى العدسة تتكسر. كمان كده هنا برضو اللي بيميز الساعة أن هي بتعمل بطريقتين، أول حاجة الأنالوج اللي احنا شايفينها هنا، وهي طبعا كل الأرقام اللي موجودة على الشاشة، كمان بتعمل بالديجيتال زي ما شايفين هنا برضو في الإطار هنا أو المكان ده مخصص اللي احنا نعرف منه التاريخ، وهنا برضو الستوب واتش لو حابين احنا نشغلها ساعة كرونوغراف. مش بس كده، شايفين انه قد ايه التصميم حلو، المينا اللي بتجمع ما بين اللون الازرق بتجمع ما بين اللون كمان البرتقالي قد ايه حلوه قوي، وبرده الاطار الفضي اللي بيعكس جمال الساعه، وهو من الستانلس ستيل عالي الجوده، وطبعا المستخدم حاليا في افخم واجود الساعات وحتى اقوى الماركات. شايفين قد ايه ساعه حلوه، وكمان هي بتتحمل ضغط 50 متر تحت المياه، يعني مش بس ساعه ستايلش او شيك، كمان هي ساعه فخمه جدا، سعرها مفيش احسن منه، بالاضافه الى ان هي كمان مقدمه النهارده ضمن فرصه الاسبوع 7 دي ديل، يعني عليها تخفيض 20%. عم نشوف كمان سعرها هو 106 دولار بعد الخصم، وعم نشوف تطلع على عماد كمان قديش هي طله كثير حلوه، قد ايه هاللوك كثير حلو، يعني شايفين حتى بتقدري تستوحي من الساعه على الالوان اللي بدي تلبسيها، لانه هي ما انا مقدمين ساعه عاديه، بالعكس مقدمين ساعه كثير على الموضه، بتعكس هيك شبابيه بنفس الوقت كثير شيك، يعني عاملين هيك اندماج بين اللونين. عم نشوفها كمان على عماد، عم نشوف حتى اللوك كله كيف اختاره، لوك كثير حلو قوي، عن جد انيقه كثير، وبتلبق على مثلا مثل ما انا شايفين ستايل عماد اليوم هيك كثير سبور شيك مثل ما انا شايفين. صح، سبور شيك، وكمان حتى برضه ندي اوبشنز ثانيه، ممكن تتلبس على كندورة وبرضه مع الكاب بتكون حلوه قوي، تلبس على الشورت، تلبس على الوان كتير مختلفه. اللون الازرق ما بيقيدش الهدوم او ما بيتقيدش بلون الملابس ابدا، قد ايه بيكون برده شكلها حلو، وفي نفس الوقت انه شكلها الفخم جدا وحركه الكوارتز اليابانيه بتخليها جوده عاليه، وكمان زيها شكلها شكل الساعات
الساعات اللي هي الفخمه الغاليه جدا، لكن احنا شايفين السعر على الشاشه قد ايه هو موفر. يعني عم نحكي بفرصه الاسبوع حتاخذوها 106 دولار بس، يعني فرصه اكثر من رائعه انكم تحصلوا عليها. وبرجع بذكرهم برقمها هو 628152، هالساعه اللي كثير حلوه باللون الكحلي واللون الاورنج. على فكره لو هي بس احنا مقدمينها النهارده ساعه رجاليه ممكن اخذها اشتريها البسها، بجد فعلا عجباني جدا وفعلا شيك كثير حلوه. حنشوف هلا الساعه الثانيه اللي انا بدي احكي عنها، ساعه جدا كلاسيكيه، ساعه كثير حلوه ما بتوقع اي شاب الا ما بيكون تلفت نظره هيك ساعه ولازم تكون موجوده ببيته. هلا اول ما بنشوف نحن الساعه شكلها كثير غريب، مثل ما ذكرنا مثل كل الساعات هي شايفينها بتشتغل بنظامين، نظام الانالوج الموجود هون اللي هي الارقام العاديه والعقارب، وايضا عندنا الديجيتال. مثل ما احنا شايفين ديجيتال هي المكان مخصص للايام، وهون عندنا الساعة، أما المكان الثالث فهو مخصص لأيام الشهر. ويعني الساعة كلها تصميمها هيك غريب وستايله كتير حلو، مستحيل نلاقيه بساعة واحدة، بيجمع هو بين نظامين. وأيضا بتشتغل الساعة العادية اللي بالعقارب هي بنظام الكوارتز الياباني، يعني عم نحكي عن جودة جدا عالية. أيضا الحلو فيها إذا شايفين هون إطار الساعة فهو مطلي بالذهب الوردي، وأيضا عم نشوف كمان الحلو فيها هو العدسة اللي تشتغل هي عدسة الزفير اللي هي ضد الصدمات وضد الخدش، ما بيصير لها أي شيء. وعم نشوف هون على كمان الستراب تبعها هو سيليكون كمان كتير حلو وجامع بين السبور وبين الشيك. هالساعة أول ما تشوفيها بتخطر بالك تشوفي الموديل عليها، بنشوف محمد هلأ عامل إطلالة هيك خليجية كتير حلوة وكتير بتلبق لها الساعة. فعلا قد إيه جميلة جدا لون الساعة، لون الأسود مع لون كندورة الأبيض بيعكس جمال الساعة والتفاصيل، خاصة الإطار اللي هو مطلي بالذهب الزهري، قد ايه حلو قوي. يعني حتى هم كمان ما اختاروش مع اللون الاسود اللون الذهب العادي، اختاروا الذهب الزهري لان هو ده ترند اكتر كتير على الموضه، كتير بيلبق على كتير من حتى الكافلينجز، اذا عندكم اي اكسسوار بتلبسوه فبيطلع كتير متماشي معه. مظبوط، وحتى كمان بيليق مع باقي الاكسسوارز زي مثلا الساعات، المحفظه، الاحذيه، بيليق على اللون البني، بيليق على الاحذيه برده كمان اللي هي الشيك او السبور. فبالتالي بنشوف قد ايه هي فعلا جميله، وبرده نوعيه السيليكون هم مستخدمينها ما بتسببش اي تحسس على الايد، صح، طريه جدا وناعمه. فبالتالي يعني خاصه احنا في الحر اي شاب بيلبس الساعه ما بيحسش ان ايده بتعرق من الساعه، هي فعلا نوعيه السيليكون فخمه وجودتها عاليه، فبالتالي بتتشرب العرق وبتحافظ على الايد. يعني لوك كثير كلاسيكي فعلاً. وايضا برجع بذكرهم مره ثانيه رقم الساعه اذا حبيتوا تحصلوا عليها فرقمها هو 628150، الساعه الكلاسيكيه اللي جدا انيقه باللون الاسود والذهب الوردي. وهلا صار وقت ننتقل للساعه الثالثه اللي تحكينا عنها رانيا. الساعه الثالثه هي يعني انا النهارده اخترت من سماح ان انا اقدم كل الساعات الزرقاء لان انا بحب اللون ده جدا، وبرده طالع موضه اللي هي الاحذيه بنفس اللون اللي هو الازرق. ففعلا هنا يعني نقدر ان احنا نطقم ما بين حذاء الاسود، الحذاء الازرق، وكمان الساعه اللي احنا بنقدمها من كولوري. شايفين هنا انه برده هي دي فيها مميزات ثانيه، طبعا على عكس يعني او على غير ان هي بتحتوي على الانالوج الارقام اللي بتكون واضحه على الشاشه، على العدسه تكون واضحه في الساعه في المينا، وكمان برده بتحتوي على الديجيتال ان احنا في برده هنا الالارم، في كمان الستوب واتش، كمان هي بتحتوي على الديوال تايم، يعني فيها توقيت مزدوج نقدر نظبط توقيت البلد اللي احنا فيها او توقيت البلد اللي احنا كمان مسافرين عليها. فبالتالي دي بتكون ميزه ثانيه على عكس ما احنا نعمل فروق التوقيت بنفسنا او نحسبها بنفسنا. فهي فعلا عمليه، وكمان برده بنفس المواصفات تحتوي على كريستال او مصنوعه من كريستال الزفير العدسه. يعني حتى كمان اي كثير نحن بنخاف على الساعه لما تضرب باي شيء، اول شيء بتطلعي على الساعه بايدك انه ان شاء الله ما يكون صار لها شيء. عم نحكي عن جوده جدا عاليه، ويعني اول شيء نحن عاملين لهم تخفيض وكمان نفس الوقت عم نقدم لهم جوده جدا عاليه. طبعا الساعه هي بتشتغل بحركه الكوارتز اليابانيه، بالاضافه كمان ان هنا شايفين الاطار الالوان كلها فيها يعني مزيج او من نفس اللون الازرق لكن هو الازرق الميتاليك شويه علشان يكون مختلف شويه عن لون الستراب. يعني هم حتى كمان مهتمين باداء تفاصيل اللي بتجمل ساعة كولوري من الماركة الهولندية اللي احنا بنقدمها النهاردة. كمان بتتحمل ضغط المية لحد 50 متر، يعني سبورتس ننزل بها البحر مش هيحصل لها حاجة. كتير حلوة، عم نشوف الإطلالة هلأ على عماد، إطلالة كتير حلوة لهالساعة. مثل ما قلتي الحلو بإطار الساعة، أيضا نفس الحزام السيليكون، لونين جايبينهم يعني أول مرة بنشوف هالدرجة يجمعوها بساعة واحدة. الميتاليك مع اللون الأزرق بتاع السيليكون ستراب فعلا حلو قوي، وعاملين يعني اندماج أو مزيج حلو قوي ما بين اللونين.
كتير حلوة، حتى عم نشوف الطلة متكاملة، يعني لوك هيك غريبة على عماد مختارها الساعة، كلها على بعضها ساعة كتير كتير حلوة، يعني بتستوحي من هالمجموعة انت شو او انت شو بدك تلبس، او حتى شو بتحبي تهدي زوجك والدك او اي شخص هيك تعطيه طلة متكاملة، فهالساعات بتعطيكي هيدا الوحي لتستفيدي منها، بتكون هدية مناسبة، بتكون ايضا تغيير اطلالة لإلك اذا حبيت تطل فيها. انا بالنسبة لي دي بشتريها هدية بدون تفكير، لانه متأكدة ان اي تصميم من التصميمات اللي احنا بنختارها او اللي انتم بتختاروها هتعجب جوزك او هتعجب اخوكي او والدك، فعلا هتكون حلوه جدا. انا برجع بذكرهم بهالساعه اللي عم يشوفوها، فرقمها هو 628154 ضمن فرصه الاسبوع $106. وهلا رانيا صار وقت انه نترك لهم الفرصه انه يطلبوا هالساعات اللي نحن قدمناها، لكن قبل هيك رح نشوف الفيديو مره ثانيه شو هي الساعات اللي قدمناها من ماركت كولوري الهولنديه. تعتبر ساعة اليد قطعة إكسسوار مكملة لأناقة الرجل ومظهره، فنراه يبحث دائما عن أفضل التصاميم، ومن المعروف في عالم الرجل أن نوع الساعة وتصميمها يجسدان جزءا من شخصية صاحبها وذوقه، لذلك اخترنا للرجل العصري والأنيق أفضل 3 ساعات من الماركة الهولندية الشهيرة كولوري لترضي ذوق الرجل الشرقي. الساعة الأولى باللون الكحلي والبرتقالي، ورقم الساعة هو 628152. الساعة الثانية الكلاسيكية باللون الأسود والذهب الوردي، ورقمها 628150. الساعة الثالثة الرياضية باللون الكحلي، ورقمها 628154. أضف إلى إطلالتك الأنيقة إحدى هذه الساعات من الماركة الهولندية الشهيرة كولوري. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة.